سيرتكز هذا الفيديو على الأطفال من سن الرابعة والخامسة. كما يقدم نبع المصادر نسخة مبسطة لهذه الدروس لتتناسب مع الأطفال الذي يتراوح أعمارهم بين الثانية والثالثة. عندما يصل الأولاد رحب بهم كل على حدة، وأطلب منهم أن يفتحوا صندوق الكنز الذي يمكن أن يكون صندوقا مزخرفا صغيرا، وعندما يفتحوه سيجدوا لاصقة أو ختم لليد. لا تقدم هذه الهدية الصغيرة القصة فحسب، لكنها تشد انتباه الأطفال مباشرة، وهي طريقة رائعة لتخفيف من ارتباك أو تردد الطفل. وما أن يحضر الأطفال علمهم الآية الهامسة، وسيردد الصف الآية الهامسة خلال كل الدرس، وتكون في كثير من الأوقات الإجابة على سؤال ستطرحه لاحقا. تعطي الآية الهامسة للأطفال الثقة وتساعدهم في تذكر الهدف أو القصة. يمكنك استخدام لغة الإشارة الموجودة في الدليل، أو يمكنك أن تصطنع حركات خاصة بك. حالما يعرف الطفل الآية الهامسة يمكنهم الانضمام لباقي الأطفال في فترة اللعب الحر حتى يصل كل الأطفال. وقد تتضمن فترة اللعب الحر لعبة تركيب اللوحات، المكعبات، أو أي لعبة مشتركة. قم بتوجيه الأطفال في الثانية والثالثة من العمر إلى مراكز النشاطات من أجل اللعب البناء. وبعد الحصول على ختم اليد وتعلم الآية الهامسة، حان وقت إزالة الألعاب. إن أغنية التنظيف أو أي أغنية أخرى مثلها هي طريقة رائعة في مساعدة الأطفال للانتقال إلى الجزء التالي. بالنسبة للأطفال في الرابعة والخامسة من العمر، تدعى فترة العبادة بوقت التسبيح. يمكنك خلال وقت التسبيح جمع كل الصفوف في مكان واحد ليعبدوا معا كمجموعة كبيرة. وللمساعدة في هذا الجزء الانتقالي، يمكنك أن تستخدم ترنيمة وقت التسبيح خلال انتقال الأطفال إلى ذلك المكان. نعبد الله لشخصه بالتركيز على أحد صفاته، ويقوم كل صف باستكشاف أحد صفاته، مثل الله المعطي والملك العارف بقلوبنا. ومهم خلال وقت التسبيح أن يراك الأطفال وأنت تسبح الله. عندما يراك الأطفال مندمجا في العبادة، الترنيم، حركات اليد والصلاة، سيتبعوا مثالك. خلال فترة العبادة يردد الأطفال ترنيمة آية الحفظ الكتابية وترنيم أخرى مرتبطة بإحدى صفات الله أو هدف الدرس. تأكد بأن تضيف حركات اليد، ويمكنك أن تمشي في المكان أثناء الترنيم. ويتضمن وقت التسبيح أيضا تصوير، وهو عرض للدمى أو قصة قصيرة يمكن أن يقرأها قائد العبادة أو متطوع. خلال عرض الدمى يتفاعل قائد العبادة مع الشخصيات دلبرت الحمار وليلو الخروف، حيث يميز الأطفال دلبرت وليلو ويعتبرونهم أصدقاء لهم، ويتحمسوا لرؤيتهم في كل مرة، سواء شاهدوا عرض الدمى أو استمعوا للقصة القصيرة. يتعلموا عن القصة الكتابية مع دلبرت وليلو وكيف يطبقونها على حياتهم. خلال وقت التسبيح ينبغي أن يراجع قائد العبادة الآية الهامسة ويجمع العطايا أيضا. عندما تنتقل من العبادة إلى العظة، يفضل أن تغير الغرفة أو الموقع في الغرفة، كجمع الأطفال ببساطة على سجادة في إحدى زوايا الغرفة، وأيا كان اختيارك سيساعدهم التحرك في التركيز على القصة الكتابية. قبل القصة الكتابية قم بقيادة الصف في تلاوة اتفاقية الصف، حيث تساعد تلاوة الاتفاقية في تهدئة الأطفال والتركيز على القصة. حان الآن الوقت لتحضر إنجيلك، اعتبره كنزك الخاص، ويمكنك مكافأة السلوك الجيد لأحد الأطفال بأن تطلب منه أن يحضر إنجيلك. تأكد أن يكون بحوزتك أشياء مرئية، صورة من إنجيل الأطفال، صفحة للتلوين، عينة من الأشغال اليدوية، أو شيء مذكور في القصة. حتى تخبر الأطفال القصة الكتابية، يمكنك مشاهدة قصيدة الكلمة، وإذا كنت تفضل سردها بطريقتك، اذكر كل نقطة في القصيدة. بعد سماع القصة، يقدم الدرس سؤالين، يجيب الأطفال على إحداهما بترديد الآية الهامسة، وسيجدوا الإجابة على السؤال الثاني في الإنجيل، لأننا نريد أن يدرك الأطفال أن الإنجيل هو المكان الذي تلجأ إليه للإجابة على كل تساؤلاتنا. تكون الأسئلة بسيطة وتساعد الأطفال في الحصول على الثقة في فهم القصة. يحتوي الجزء المتعلق بالطريق
لأعمار الرابعة والخامسة على أشغال يدوية، وجبة خفيفة، ولعبتين كلها مصممة لدعم القصة أو الهدف. ويمكن استخدام الأشغال اليدوية أو الألعاب في نفس الوقت في أماكن مختلفة في الغرفة، أو كل على حدة حسب حجم الصف وأسلوبك. إذا لم يكن بحوزتك المواد اللازمة للأشغال اليدوية، استعمل صفحة للتلوين واسأل الأسئلة المرتبطة بالأشغال اليدوية لتعزز القصة وهدف الدرس بينما يعمل الأطفال في الأشغال اليدوية. وترتبط الوجبة الخفيفة بالقصة وتتضمن أسئلة مناقشة أيضا، وتكون الألعاب بسيطة ولكن مهمة جدا، لأن الأطفال يتمكنوا من استخدام أجسادهم لتعزيز القصة أو الهدف. وهكذا تعتبر الأشغال اليدوية، الألعاب، والوجبة الخفيفة طرق أساسية في تعليم الدرس. بعد النشاطات حان وقت دائرة الصلاة. دع الأطفال يجلسون في شكل دائري بينما تصلي. امشي حول الدائرة وضع يدك على كتف كل طفل وقل اسمه رافعا إياه أمام الله. وإذا كانت مجموعتك صغيرة يمكنك أن تذكر احتياجاتهم الخاصة، لكن مهم أن تبقى فترة الصلاة قصيرة للحفاظ على تركيزهم. ذكر الأطفال أن الله يعرف احتياجاتهم مسبقا وارفعهم أمام الله. ستلاحظ أن الأطفال يزغون لك باهتمام وأنت تصلي لهم بالاسم، وتعزز هذه الصلاة حقيقة محبة وعناية الله بهم. وسيتذكر الأطفال دائما كيف صليت لهم في كل مرة، وسيؤثر هذا على طريقة صلاتهم وتبني علاقتهم بالله. في هذا الوقت إذا زاد معك الوقت يمكنك أن تقود الأطفال في نشاط آخر موجود في الجزء هل لديك وقت؟ ستجد هناك نشاط قل وافعل، حيث سيقومون بحركات تمثل مشاهدة قصيدة الكلمة. وستجد أيضا لعبتين تساعدهم على تذكر الآية الكتابية، وتكون هذه الألعاب نفسها خلال الوحدة فتصبح مألوفة مفضلة. فإذا كان لديك مزيدا من الوقت وتود أن تقرأ لهم قصة، تأكد أن تقرأ قصة ترتبط بهدف الدرس. عندما يتبقى لديك 5 دقائق فقط سيحين الوقت للجزء الخامس والأخير. هذا الجزء الختامي هو الوقت الذي تذكرهم فيه ليستخدموا أشغالهم اليدوية لشرح القصة الكتابية لعائلتهم. اجمع كل أشغالهم اليدوية والدراسة الكتاب البيتية، تأمل اللعب والصلاة، وقم بوضع هذه الأشياء مع كل أوراق التلوين التي لونوها في كيس واكتب اسم الطفل عليه. تمثل بطاقة تأمل اللعب والصلاة رسالة القصة الكتابية، صلاة ونشاط يتمتع به الطفل مع عائلته، حيث تأخذ القصة الكتابية والهدف إلى البيت، وهي وسيلة لمساعدة الأهل في توجيه النمو الروحي لأولادهم. ورجاؤنا أن يذهب كل طفل إلى البيت وهو لا يعرف المزيد عن الله وما فعله فحسب، بل يختبر محبة الله وإحسانه خلال كل هذا الوقت.